بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم نريد نشوف اللوحة مالت اللونجي، هل هي أصلية لو مزورة؟ شو نعرف؟ اكتب هنا مثلا لونجي، نقدر نقول بس لونجي، نكتب هاي بالجوجل لونجي، اكتب لونجي، ان طلعت كان بها، ما طلعت راح نخليكم هذا. اعتقد هذا هنا، هذا هو الرابط، ننتظر يفتح الرابط، فتح الرابط طلعت النهاية. الرابط راح نخليكم اياه اسفل الشاشة حتى ما تتعب، ونجيب الرقم، رقم لوحة مثلا، يعني هو المجهز يقول له اريد ارقام اللوحة او سيريال نمبر او بليت نيم، راح يعطيك هذا مثلا رقم اللوحة. ايش راح هنا؟ سبمت، سبمت، وخلصنا. طلعك هو كلاس اي، ويقول لك هذا موجود وموديله، موديله كذا. هذه هي الريزلتس، هاي هي الريزلتس، الريزلت مالت من؟ مالت هنا المفروض يكتب لنا شنو؟ خلينا نشوف هنا، نكتب لونجي، لونجي مالت هاي، هذا الرابط، في هذا الرابط، في هذا الرابط اللونجي، لونجي لونجي سيتي، اللي هو بس تكتب الرقم هنا، نعيده هنا، وتسوي شنو؟ وتسوي سبمت. وهذا الرابط راح اخليكم اياه اسفل الفيديو. طلعت النتائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.